نورما بطلة حكايتنا النهاردة اتجوزت من أسبوعين والعريس مات، بس قبل ما يموت قال إنها حامل، هو أصلا ما لمسهاش. ولا داي ملحقش يفرح بحبل مراته، ملحقش يشوف دهناه. آه يا ولدي، الجد صوته يعلى، بعدها لك عاد سدي خشمك، مش عاوز الصوت يطلع في السرايا. ويلا الكل يجهز العزا، وحط يتصل بأمير علشان يجي. هانم تقول له وهي بتعدد على ابنها، أمير جاي، ولدي راجع يشيل كفن خيه. آه يا حرجة قلبي يا ضنايا، نار نار مش علينا يا ولدي. آه يا ضنايا. الجد وهو بيشخط فيها بصوت عالي، وبعدها لك عاد ما عايزش حد يطلع صوت، ولا حرمة تيجي تصوت هناه. ولدنا راح عند اللي خالجه أمانة واستردها، وما بيدنا شيء. ونبرة صوت الجد تقلب بحزن، الكل يجهز علشان عزا عريس عيلة العزاوي هينزف الليل على جبره. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مساء الورد والفل والسعادة على أحلى أخوات في كل مكان، وحشتوني أوي 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 أوي. العيد على الأبواب، كل سنة وانتوا طيبين، يا رب يجعلها سنة خضرة على الشعب المصري كله. حكايتنا النهاردة من الصعيد وعن العادات والتقاليد هناك، يا رب تعجبكم. يلا بينا نبدأ حكايتنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي ظرف ساعة كانت السرايا مليانة حريم علشان العزاء. طلعت نورما الأوضة بتاعتها وهي عمالة تقول لنفسها، يا لهوي يا لهوي، أنا هعمل إيه في المصيبة اللي أنا فيها؟ هعمل إيه طيب؟ أقول لهم الحقيقة؟ بس أنا كده هفضح سره، وهو دلوقتي عند ربه، وزي ما ربنا ستر وهو عايش لازم أنا كمان أحافظ على سره واتستر عليه. يا رب حلها من عندك. ربنا يرحمك يا أكمل، الله يرحمك، كنت حنين وطيب. ونورما عمالة تدعي الأكمل، اتفتح الباب ودخلت جليلة جدتها ومعاها ليلى أمها. أمها بقلب موجوع تقول لها، قلبي عندك يا بنتي، ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي، ملحقتيش تفرحي. نورما تبص لهم باستغراب وتقول لهم، ماما أهلا، اتفضلوا، انتوا مين بلغكم؟ جليلة، أباي دي البلد كلاتها عرفت، وانت ايه اللي لابسه ده عاد؟ واه واه، ادخلي البسي حاجة سودة وانزلي تحت جنب حماتك، استقبلي النسوان علشان العزة، انت معدتيش صغيرة، انت كلها كام شهر وهتبقي ام. نورما بخضة، وانتو مين اللي قالكوا على موضوع الحمل ده؟ جليلة، واه دي البلد كلاتها مالها السيرة غير ولد أكمل اللي ما عيشفهوش أبوه. نورما وإيديها على قلبها، بس ما حدش لسه عرف. وليلى تقطع كلامهم، حماتك تحت يا بنتي مش سايبة حد غير وقيلاله على موضوع حملك، بس مش كان المفروض أنا أعرف الأول قبل حماتك؟ نورما بخنقة، ماما أنت شايفة أن وقته الكلام ده؟ مين يعرف الأول وأنا جوزي لسه ما اتدفنش؟ ليلى بكسوف من نفسها، حقك عليا يا بنتي معلش. أمير على صوت أمه وهي بتقوله، أهيه يا ابني مرت الغالي، قاعدة هناك الصبية الصغيرة اللي وسط الحريم دول. قرب أمير منها وكل معالم وجهه اتغيرت لقسوة وتحجر. نورما ساعتها خافت وقلبها قاعد يدق جامد والدنيا كلها بتلف حواليها. أمير وقف قدامها وبصوت أجش وعالي وبدون مقدمات ولا سابق إنذار، أنت نورما؟ نورما تقف وفي عينيها نظرات تحدي، أيوة أنا مدام نورما، في حاجة؟ أمير بحدة، اتفضلي على فوق، ما شوفش وشك تحت خالص، واعملي حسابك انت هنا في حكم مراتي، يعني لحد ما تولدي اعتبري انك مراتي، ما فيش دبانة تعدي لازم اعرف بيها، وكاتب كتابك هيكون يوم ولادتك، بس اعتبري نفسك متجوزة خيالك ملمحوش برا اوضتك، مفهوم؟ وامير يعلي صوته اكتر، مفهوم كلامي؟ مفهوم، على فوق يلا. ولسه نورما هترد عليه لفت الدنيا بيها،
ووقعت على الأرض. وقف أمير مكانه في حالة ذهول من المفاجأة ومش عارف يعمل إيه. يلا بينا نعرف حكاية الست نورما وحياتها اللي اتشقلبت في يوم وليلة. في وكالة من أكبر وكالات الإعلان تقف نورما في وسط الوكالة وبصوت عالي: مبروك يا جماعة، وكالتنا أخدت أكبر توكيل لمنتجعات شركة الإسناوي للحوم، وده هينقل الوكالة في حتة تانية خالص. يلا بقى عاوزة شغل من نار. محمد زميلهم يقف ويقول لها: ألف مبروك أنسة نورما، حضرتك تستاهلي كل خير. شكرا يا محمد، نشتغل بقى، ما عندناش وقت يضيع، عاوزين نبهر العميل بشغلنا. وفجأة وهي بتتكلم موبايلها يرن: صباح الورد والفل والياسمين على أحلى بابا في الدنيا، اللي مصحيك بدري قوي كده؟ أبوها اسمه فاروق ويرد عليها بحب: أبدا يا قلب أبوكي، أصل جدي اتكلمني وعاوزنا نسافر هنا ضروري، بيقول أمر ما يتأجلش. ماشي يا بابا، تسافروا وترجعوا بالسلامة. تعالي هنا، مين اللي يسافروا يا بكاشة؟ بقولك عاوزنا كلنا. بس أنا ما ينفعش أسافر يا بابا، أنا عندي شغل كتير ولسه ماضية عقود حملة كبيرة وراي مسؤوليات كتير. هسيب كل ده وأسافر ليه؟ غير إني أنا ما بحبش هناك خالص، بصراحة بتخنق من الجو هناك. فاروق بحدة: نورما، هي كلمة واحدة، ساعة وتكوني عندي، أنا مش هقدر أقول لأبويا لا، وإنت عارفة جدك ولما بيقول كلمة. وقفل السكة ومشيت نورما تبرطم: أوف يا دي حكم أرقوش، كل شوية جدك قال، جدك عاد، عوايدنا بتقول إيه، أنا خلاص اتخنقت. سحر زميلتها تقول لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه يا نورما اتجننتي؟ ماشية بتكلمي نفسك؟ أصل بصراحة الحكاية بواخر زيادة عن اللزوم، جدي قاعد في قنا وماسكنا كلنا بخيوط، يحرك فينا زي ما هو عاوز، ومش من حق أي حد يعترض. سحر تحاول تهديها: معلش انت عارفة الناس الكبيرة دول بيبقى ليهم تحكمات، يتحكم في عياله بس مش فينا. وسعي كده يا سحر، خلينا غور، وخدي بالك من الشغل، انا مسافرة كم يوم مع بابا انا، اما نشوف اخرتها ايه. وفي مكان تاني في اقصى الصعيد وبالاخص محافظة انا، في عيلة هناك من اكبر العائلات في البلد وهي عائلة العزاوي. اكمل بيتكلم في الموبايل وبيقول: الو، ايوه يا امير، اخبارك ايه؟ شفت يا أمير المصيبة اللي حلت على راسي؟ أمير يحاول يهديه: اهدى كده يا أكمل علشان أفهم، أنا مش فاهم حاجة، أبوك برضو اتصل وقاعد يزعق وأنا ما فهمتش، ممكن تهدى كده وتفهمني في إيه بالظبط؟ أنا في مصيبة وشكل السر اللي أنا وإنت بس نعرفه هينكشف. هو أبوك عاوز يجوزك تاني؟ قول عاشر. عادي، ارفض زي كل مره وسيبهم وتعالى سافر عندي كام يوم كده لحد ما يهدى. ما المصيبه هنا العروسه اساسا من عيله الجندي، اكيد سمعت عنهم، العيله دي من اكبر واغنى العائلات هنا، والمشكله اننا في طرق قديم بين العيلتين، والدم ده لازم يقف باي طريقه. طبعا كبارات البلد الله يسامحهم اقترحوا ايه، طبعا هم مش غرمانين حاجه، اقترحوا ان لازم يحصل نسب بين العيلتين، والحفيد اللي هيجي هو اللي يوقف الدم ده. يعني انا المطلوب مني اتهبب اتجوز، ومش كده وبس، لازم اخلف عشان لو ما خلفتش الدم هيرجع تاني. شفت مصيبه اكبر من كده؟ بس الحكايه كده اتعقدت خالص، وانت ناوي تعمل ايه؟ مش عارف طبعا، انا من رايي تصارح بابا بالموضوع. اكمل قطعه في كلامه بعصبيه: انت اتجننت يا امير، عاوزني اروح اقول لبابا اني عاجز ما ينفعش اتجوز. فلاش باك في امريكا، امير يقول له: حمد لله على السلامه يا بطل. اكمل: الله يسلمك يا كبير، ايه يا ابني انت ما زهقتش من الغربه؟ مش ناوي تنزل مصر؟ لا طبعا، انزل فين، انا لما صدقت طلعت من هنا والعادات والتقاليد اللي بتخنق. تقول لي ارجع ليه، مجنون؟ انا هنا عايش حياتي زي ما انا عاوز، لكن هناك هعيش زي ما هم عاوزين. مش ناقص اعرف يا عم، وكمان انا هنا ناجح وعامل بيزنس كبير ومستقر. الله يسهل لك يا عم. وايه اخبار المزة؟ عادي، بنتخانق مع بعض اكتر ما بنعيش، هي متحررة زيادة عن اللزوم ومش عاوزة تخلف علشان جسمها ما يبص، وهو مشاكل كتير. طب ما تتجوزها رسمي واخلص. الهانم برضو مش موافقة، لأن شغلها في الموضة ممنوع تكون متجوزة، وهي اللي صممت على العقد العرفي وشرط محدش يعرف. اللي هو ازاي يعني؟ وانت ايه اللي مصبرك على كل ده؟ خيبة لا تكون عشاء؟ لا أبدا، بس تقدر تقول كده تعود،
اتعودت عليها وهي كمان اتعودت عليا، وكل واحد حر بيعمل اللي هو عاوزه، بس مش متقيد بالتاني بحاجة. ايه العيشة اللي ما يعلم بها الا ربنا دي؟ بلك انت لو جدك وابوك شموا خبر على البت دي، قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. بقول لك ايه، اسكت، يجعل كلامنا خفيف عليهم. المهم خلينا فيك انت. فيك ايه ودكتور ايه اللي عاوز تروح له؟ ما فهمتش حاجة في التليفون. اكمل بخجل. هو الموضوع محرج شوية، اصل بصراحة انا كنت عاوز دكتور. اخلص يا ابني، فيك ايه؟ اوعى يكون اللي انا فهمت بالظبط كده وقصر، وما تتكلمش كتير. امير بخوف، انت قلقتني، يلا بينا بسرعة على المستشفى. في المستشفى الدكتور طبعا كان بيتكلم بالانجليزي ويقول لهم الحالة معقدة جدا، لا او هي شبه مستحيلة كمان. المريض مولود بعيب خلقي، عمل له عجز كامل، لا يقدر يتجوز ولا يقدر يخلف، مستحيل نهائي. الكلام نزل زي الصعقة على الرأسهم، اصل دكاترة امريكا ما عندهمش تزويق في الكلام. امير يقول له طيب يا دكتور، يعني ما ينفعش تدخل جراحي او حتى ادوية؟ الدكتور يهز راسه بالرفض وهو بيقول مستحيل، مفيش أمل، والحالة ميؤوس منها. نرجع تاني وأمير يقول له وهتعمل إيه في المصيبة دي يا أكمل؟ ما أنت لو ما صرحتش بابا هتتفضح كده. لا مش هتفضح ولا حاجة، مش هم عاوزين نتجوز؟ هتجوز وتلاقي البت عايشة طول عمرها جوا النجع وعارفة عوايدنا كويس. حتة بت جهلة هكسرها بدخلة بلدي، وهي ساعتها مش هتقدر تتكلم. بس حرام عليك، البنت ذنبها ايه بس تكسرها كده؟ ما انا لو ما كسرتهاش هتفضح انا. لازم لكل حرب ضحايا، وانا لازم اكون الصايد مش الضحية. والله يا اكمل انا مش عارف اقولك ايه، بس ذنب البنت دي في رقبتك. سيبك مني وبص على حالك، انت لازم تستقر وتكون اسرة بقى، وبصراحة ما هتاب دي مش هتعمر بيت ولا تستأمنها على عين. انا عارف والله يا اكمل، علشان كده مش عاوز اضغط عليها في حكاية الخلفة دي لحد ما اتأكد منها وانها قد المسؤولية. هي اللبس وشغلها واخدين كل تفكيرها. سيبك مني ومن مهتاب، وقولي هتعمل ايه في موضوع الجواز. وهتعمل ايه بقى في حكاية الخلفة دي كمان؟ هتقول لهم العيب منها ولا ايه؟ سيب كل حاجة لوقتها، بس لو وصلت اني اطلعها انها ما بتخلفش مش هتردد ساعة. امير بزعل والله حرام عليك يا شيخ، البت معرفهاش وصعبت عليا من دلوقتي. اكمل بعصبية اقفل يا امير بدل ما اتعصب عليك. وفي سرايا من اكبر سرايات البلد، الكل بيشتغل على قدم وساق لاجل استقبال ابن كبير البلد فاروق الجندي واسرته. ووصل فاروق وليلى مراته ونورما بنته، وكان في استقبالهم. ولحد هنا استنونا الحلقة الجاية. احلى تحية لاهل الصعيد، اهلنا وحبايبنا وناسنا. لو عجبتكم الحكاية فرحوا قلبي بلايك، وانزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم قوي قوي قوي، كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يعودها عليكم بخير يا رب.